شريك له ولا مثيل له ولا هيئة ولا صورة ولا جسم ولا أعضاء له. جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، أحبابنا الكرام، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى في الاعتكاف في المسجد والاشتغال بعلم الدين وانتظار الصلاة الثانية، فذلكم الرباط. الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة، الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة. فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن مجاورة الجواري والغلمان إلى ضيق الحشرات والديدان. فسبحان الذي جعل الموت مخلصاً للأتقياء، وجعل الآخرة موعداً في حقهم للقاء، وجعل القبر سجناً ضيقاً على الأشقياء إلى يوم الفصل والقضاء. وأي ذكرى للموت بعد مصيبة الأولين والآخرين بوفاة قائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. تذكر يا أخي هجوم الموت على بني آدم في كل لحظة ومكان، واعلم أن الموت يقطع نعيم هذه الدنيا الفانية. فهذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وأن الموت منتظر منا في كل ساعة، وأن الذكي الفطن العاقل هو من تزود من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تأهب يا إنسان للموت واستعد له بالتقوى والعمل الصالح.
الموت آت قريب لا مفر منه، فإذا كنت يوماً ذهبت إلى المقابر فدفنت قريباً لك أو صديقاً ثم عدت أدراجك، فسيأتي يوم يذهب بك إلى هناك ولا تعود إلى الدنيا. وإذا كنت يوماً حفرت قبراً لأخيك فسيأتي يوم يحفر لك حفرة وتدفن فيها ثم لا تعود إلى أهلك. وإذا كنت يوماً حملت نعشاً لأخيك فغداً أنت المحمول. وإذا كنت يوماً عزيت بقريب لك أو صديق فسيأتي يوم يعزى بك وأنت تحت التراب. وأي مصيبة بعد مصيبة الأولين والآخرين بوفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام باقتراب أجله، تتابعت الأمارات الدالة على وفاته عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآيات القرآنية واضحة صريحة تتحدث عن موته صلى الله عليه وسلم. أوحي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حياته وهو بين أصحابه وأهله باقتراب أجله في آيات عدة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى في محكم التنزيل: إنك ميت وإنهم ميتون. والمعنى: إنك يا محمد ستموت. وقوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومنها قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومنها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك نزلت سورة النصر على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعيت له بها نفسه، وعرف منها صلى الله عليه وسلم أنه الوداع. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، وعرف أنه الوداع. رواه البيهقي في سننه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا تم النصر والفتح وأتم الله النعمة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم
شعر أن هذا نعي من الله له، كأن الله عز وجل ينعاه بهذه السورة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج ودخلت السنة 11، بدأت علامات كثيرة تظهر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد فصلى عليهم ودعا لهم بالخير. فإن المراد من هذه السورة أنك يا محمد إذا فتح الله تعالى عليك البلاد ودخل الناس في دينك الذي دعوتهم إليه أفواجا، فقد اقترب أجلك، فتهيأ للموت بالتحميد والاستغفار، فإنه قد حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ. وما عندنا لك بعد الموت خير لك من الدنيا، فاستعد للنقلة إلى حياة ما بعد الموت، وهي حياة البرزخ. ومن الأمارات الدالة على اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم ما وقع من معارضة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في آخر رمضان، شهده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأمارات ما وقع من تتابع نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. ولذا بدأ صلى الله عليه وسلم يهيئ أصحابه لهذه اللحظات الشداد لئلا تفاجئهم الواقعة وتصيبهم الصدمة بمكروه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا، وذلك أثناء أداء مناسك الحج، بمثل حصى الخذف. وقال صلى الله عليه وسلم: لعلي لا أراكم بعد عامي. ومن الحوادث المؤثرة التي تضطرب لها نفوس المؤمنين حزنا وتبكي منها العيون وتنسكب وتنهال منها الدموع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل مع الصحابة عليهم السلام عندما علموا بدنو أجل نبيهم صلى الله عليه وسلم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا
أي جزعاً لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت، أي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فيدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب، ويذكر أصحابه بذلك، وكانوا كلما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الحديث أجهشوا بالبكاء واختنقوا بالعبرات، وسمع لصدورهم أزيز كأزيز المراجل تغلي بالحنين والأنين والخنين. فعن أبي مويهبة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنبهني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. فرفع يديه واستغفر لهم طويلا، ثم قال: ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرهم أولها، الآخرة شر من الأولى. يا أبا مويهبة، إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقلت، أي أبو مويهب يقول: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: والله يا أبا مويهب، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصبح ابتدأ بوجعه الذي قبضه الله فيه. بداية المرض بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لما عاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع أقام بالمدينة المنورة أشهر ذي الحجة والمحرم وصفر، وكان المرض قد بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بليال بقين من صفر أو في مطلع شهر ربيع الأول، وكانت بداية مرضه صلى الله عليه وسلم صداعاً في رأسه. فعن السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه. استحكم المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد المرض به، وكان ينتقل مع شدة مرضه كل ليلة عند زوجة من زوجاته، وكان يسأل كل زوجة
من زوجاته كل ليلة: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا أنه يود أن يبيت عند إحدى زوجاته، ولم يطلب هذا منهن، حتى استمعنا إليه وطلبنا منه فأخبرهن أنه يود أن يبيت هذه الأيام وهذه الليالي عند عائشة الصديقة رضي الله عنها، عند أحب الناس إليه، عند رفيقة دربه، فأذن له جميعا. فنادى آل بيته صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له صلى الله عليه وسلم. فانتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها، ومكث في بيتها ليمرض عندها عليه الصلاة والسلام. اصبر علينا شوي، الله بيقولنا. فقلنا، قالت له عائشة: ورأساه يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. فبدأ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم واستحكم به، فكان كل ليلة يبيت عند إحدى زوجاته، حتى قال لهم: أين أنا غدا؟ فعلمنا أنه يحب أن يمرض في بيت عائشة، عند أحب الناس إليه، عند رفيقة دربه، فأذن له جميعا. فنادى آل بيته عليه الصلاة والسلام الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب يحملانه صلى الله عليه وسلم، وقدماه تخطان في الأرض خطا، ورأسه معصوب. أحب الخلق على الله وأشرف الخلق عند الله، هكذا يحمل من شدة المرض إلى بيت عائشة رضي الله عنها. وجيء به إلى بيت عائشة، ذلك الموطن الأخير، ثم استلقى صلى الله عليه وسلم في بيت حبيبته عائشة، فكانت تجلس عنده لا تفارقه أبدا، تقوم على حاجته صلى الله عليه وسلم، وكانت تقرأ القرآن عنده، تدعو الله جل وعز، وتنفث على يديه وتمسح بهما جسده الطاهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل بيت عائشة رضي الله عنها أمرهم أن يصبوا عليه الماء. قالت السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها: فأجلسناه في مخضب، وهو ما يشبه الإناء الكبير،
الذي يغسل فيه الثياب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى تفق يشير بيده أن قد فعلتن. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. وكان صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى الصحابة عليهم السلام عاصبا رأسه، أي شد عمامته على رأسه، فجلس صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه دعا لأصحاب غزوة أحد واستغفر لهم وأوصاهم وذكرهم بالله، وكان مما قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا ليس معناه عدم الزيارة، بل الرسول يقول لهم: لا تجعلوه كالعيد يأتي مرة في العام فتزور قبري لمرة واحدة، بل افعلوا ذلك مرارا وتكرارا. واضح؟ الوهابية بتستعمل هالحديث لتقول لك انه بس مرة واحدة بتزور النبي، مش كل مرة انت ورايح وفايت بتزوره. الرسول قال: لا تجعلوا قبري عيدا. واضح؟ ماذا اراد النبي بهذا الكلام؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله الله بالأنصار. ثم واجه أصحابه وقال لهم صلى الله عليه وسلم وكله ثقة بخالقه ومولاه: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى رجلا من القوم، نظر الناس: من الذي يبكي؟ إنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فهم أبا بكر وأدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بالعبد نفسه، فإذا بأبي بكر يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. والصحابة لا يدرون لما أبا بكر يقول هذا الكلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال لما رآه يبكي حزينا لما علم بقرب أجله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أأمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأبواب أن تسد إلى المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا الكلام من الرسول الأعظم والقائد الأكبر صلى الله عليه وسلم، يحمل بين طياته عظيم فضل ومقام الصديق أبي بكر رضي الله عنه. أي حزن عم الصحابة في ذلك اليوم. كان يوم الأربعاء لشهر ربيع الأول في السنة الحادية عشر للهجرة، تلك التي خرج النبي فيها
يوصي أصحابه تلك الوصايا، ولعلها كانت آخر مرة يجلس فيها النبي على منبره، ولعلها كانت آخر وصية عامة لأصحابه، والناس لا يدرون والناس لا يشعرون. هم وغم دخل القلوب وملأ البيوت. دخل يوم الخميس الثامن من ربيع الأول، والمرض يشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم. كلما مر يوم اشتد المرض عليه، فيزداد حزن الصحابة وهمهم. والنبي مع شدة مرضه إلا أنه كان يتحامل ويتثاقل، فيقوم إلى الصلاة ويصلي بالناس. صلى بهم يوم الخميس الفجر والظهر والعصر والمغرب، ثم رجع إلى فراشه واضطجع صلى الله عليه وسلم، فإذا ببلال يؤذنه لصلاة العشاء. وتروي السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قصة مرضه الشديد عليه الصلاة والسلام، ثم خروجه إلى الصحابة ليصلي بهم بعد أن خف عنه المرض، فقالت رضي الله عنها: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي اشتد به الوجع والمرض، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، أي بالوعاء. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، أي لينهض، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والله لو الدنيا زالت ينتظرون رسولهم، ينتظرونه، ينتظرون حبيبهم، لو ظلوا الدهر على هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، مرة ثانية. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، ثم قال: أصلى الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الأخيرة. قال صلى الله عليه وسلم: صبوا علي ماء، مرة ثالثة. فصبوا عليه ماء فسقط مرة ثالثة ثانية ثم مرة ثالثة، حتى علم بأبي هو وأمي أنه ليس بقادر على أن يصلي بهم، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجلا أسيف، أي بكاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهب بلال إلى أبي بكر الصديق يطلب منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك
أن تصلي بالناس، ما أصعبها من كلمة. الصحابة يرون أبا بكر مع أنه أفضلهم، لكن الموقف صعب، صعب أن يخلف أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الذي كان يقدمنا في المعارك؟ أين الذي كنا نجتمع حوله ونسأله فيجيبنا؟ أين الذي كان يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر؟ أين أشجعنا في المعارك وأقوانا؟ أين الذي يواسينا؟ أين حبيبنا وإمامنا وقدوتنا؟ أبو بكر يصلي بالناس. رجع الصحابة إلى بيوتهم، تفطرت قلوبهم من هم وغم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، وجد أنه أصبح أحسن من الأول، أفضل من الأول. وجد من نفسه خفة، أي خف عنه المرض، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر، أي ليرجع عن الإمامة في الصلاة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه، أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة مرضه يصلي قاعدا. شدة وجعه صلى الله عليه وسلم في مرضه. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء ومصائب في الدنيا، والحكمة في ذلك ليضاعف لهم الأجر وليقتدي بهم أتباعهم المؤمنون في الدنيا عند هجوم البلاء والمصائب عليهم، ثم لتعلو درجاتهم ويكثر ثوابهم في الآخرة. وليعلم أنه ليس نزول المصائب في جميع الأحيان علامة هوان عند الله تبارك وتعالى، بل قد يكون ذلك علامة خير، لأن فيها تكفير سيئات ورفع درجات. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه بالمصائب. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن عظم الأجر مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأفضل الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين أشد الناس بلاء. لذلك لما دخل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على رسول الله وهو يوعك وعكا شديدا، أن يتوجع صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى، فمسسته بيدي يقول، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى، مرض،
فما سواه إلا حط الله له سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. يوم الخميس، الناس في بيوتهم، ويوم الجمعة لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، قيل السبت أو الأحد، وقت صلاة الظهر. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام وتحامل على رجلين والصحابة يصلون الظهر، أبو بكر إمامهم، فدخل المسجد فاضطربت الصفوف فرحاً بمقدم رسول الله. شفي النبي، عوفي النبي، هذا ظنهم. فأشار النبي إلى الكل أن اجلسوا في مكانكم، ثم جلس عند أبي بكر. تمت الصلاة ورجع الناس إلى بيوتهم فرحين، مستبشرين أن الرسول قد تعافى. يود أحدهم أن يموت ولا يصاب النبي بأذى، لكنه في صلاة العصر لم يستطع الخروج، فرجع الحزن مرة أخرى. ولقد ورد أنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه مرضه الذي توفي منه، جعل يتغشاه الكرب صلى الله عليه وسلم. فلما رأت ابنته فاطمة رضي الله عنها ينتاب أباها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد وشدة المرض، قالت رضي الله عنها حزينة مكروبة: وكرب أبتاه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وتدخل الحبيبة الغالية فاطمة الزهراء رضي الله عنها أكثر الخلق مصاباً بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فسارها بشيء، أي أسر إليها بكلام، فبكت. ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت: فسألتها عن ذلك، أي السيدة عائشة سألت السيدة فاطمة رضي الله عنهما، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه، فضحكت. احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدرك الصحابة أنها أحر اللحظات وآخرها، فهذا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يكلم علياً رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوشك على الوفاة. روى ابن عباس رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجهه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا،
وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى من وجعه هذا، وإني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. إنها الأيام الأخيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم المرض فيه يشتد ويزيد، الهم يزداد في المدينة، الحزن خيم عليها. في يوم الأحد 11 من ربيع الأول تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما يملك من مال، ووهب أسلحته للمسلمين، وكأنه يعلم ما الخبر، النهاية قد اقتربت، وما زال المسلمون على رجاء أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى يوم الأحد ودخل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 11 للهجرة. المسلمون يصلون الفجر، إمامهم أبو بكر الصديق، ونبيهم إمامهم حبيبهم قدوتهم على فراشه مضطجع لا يستطيع الخروج إليهم. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتقب الناس يصلون صلاة الفجر قام من فراشه وكشف الستار، فأقبل بوجهه على أصحابه على أحبابه، نظر إليهم فابتسم: يا الله ما أحلاها من ابتسامة، كأن ابتسامته هذه أنارت المسجد كله. فافتتن الناس واضطربت الصفوف، وأبو بكر بدأ يتراجع ظنا من الجميع أن النبي قد شفي وعوفي. فرح الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم رجع إلى فراشه. في هذا اليوم، يوم الاثنين 12 هذا التاريخ لا ينسى من ربيع الأول، ما الذي حدث للمسلمين؟ أي مصيبة ألمت بهم؟ طلعت الشمس في ذلك اليوم، اشتد الضحى، نادى النبي بعد أن اشتد به المرض أهل بيته، فجاءت إليه فاطمة ابنته بضعة منه، فلما رآها ورأته بكت فاطمة وقالت: وا كرب أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. فأجلسها عنده وأسرها بكلمات بكت منها فاطمة، ثم أسرها بكلمات ضحكت منها فاطمة. أما الأولى فأخبرها أنه سيقبض في هذا الوجع، فبكت رضي الله عنها، ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحوقا به، ففرحت رضي الله عنها. ثم نادى الحسن والحسين فقربهما، كم كان يحبهما، كم كان يودهما، ريحانتاه من هذه الدنيا، فقربهما وضمهما وقبلهما بأبي هو وأمي، وأوصى الناس بهما. ارتفع الضحى في ذلك اليوم، واشتد ألم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها:
وضعته بين سحري ونحري، فدخل عليهما أخوها عبد الرحمن وكان بيده سواك، فنظر النبي إلى السواك، قالت عائشة: كأنك تريده يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذت السواك من أخيها عبد الرحمن فرطبته بريقها، وكان آخر ما مس ريقه ريق عائشة رضي الله عنها. فسوكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي وقد ثقل حتى لا يقوى صلى الله عليه وسلم على الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك يستن به، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر إلى السواك، فأخذته منه عائشة فأعطته إلى النبي، ثم مضغته ثم أعطته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مسند رأسه إلى صدري، تقول عائشة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات الصعاب يعاني النزع الشديد. تقول السيدة الجليلة عائشة: كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وتوفي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. آخر الهمسات النبوية. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، أي بجبريل وميكائيل، هذا معنى الرفيق الأعلى. وفي رواية صححها ابن حبان فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. في يوم الاثنين في ذلك اليوم في وقت الضحى سوكت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: كانت عنده ركوة من الماء، كان يأخذ الماء ويمسح وجهه الشريف الأزهر الأنور وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم تقول عائشة: فنظرت إليه ينظر إلى السقف وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. تقول عائشة: فقبض الله عز وجل روحه الشريفة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلما تيقنت عائشة أن رسول الله قد مات وضعته على الفراش وسجت وجهه وغطته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهكذا خرج الروح الطاهر من الجسد الطاهر، نعم
مات رسول الله، مات أفضل خلق الله، مات من خلقت الدنيا لأجله. ومن آخر الكلمات التي همس بها النبي صلى الله عليه وسلم في احتضاره ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها في صدره وما كان يفيض بها لسانه: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ويأتي يوم الاثنين، فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم، لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، فأرخى الستر فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى كما جاء في صحيح ابن حبان الذي ذكرناه الآن: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم فمات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وتوفي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وعظيم حزن الصحابة على فقده عليه الصلاة والسلام، وبدأ الخبر ينتشر في المدينة، صعق الناس، ذهل الناس، لم يصدقوا الخبر. أما عمر فأخذ سيفه وهدد الناس: من زعم أن رسول الله مات ضربته بالسيف. أسرع أبو بكر من بيته لما سمع بالخبر إلى بيت ابنته، فلما دخل وجد ابنته عائشة تبكي، فإذا به يرفع الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبله بين عينيه، ويبكي أبو بكر ويقول: طبت حياً وميتاً يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس فوجد عمر يهددهم، فإذا به يقول: يا عمر اجلس. ثم ذهب أبو بكر إلى المسجد، فتوجه الناس جميعاً خلف أبي بكر يستمعون ماذا يقول، يتمنون أن لو كذب الخبر. فإذا به بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا به يقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول حبر القرآن ابن عباس: كأننا نسمع هذه الآية
أول مرة. أما عمر يقول: لما سمعتها خررت على الأرض أبكي، وبكى الناس جميعا. ما مرت على هذه الأمة مصيبة مثل مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الناس إلى الناس، فإذا بالناس يتناقلون الآية في الطرقات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقرؤون الآية في بيوتهم في الطرقات، كل بيوت المسلمين صارت ثكلى، الكل دمعت عيناه، الكل تفطر قلبه، أظلمت المدينة كلها. أي حزن خيم على المسلمين، أي مصيبة ألمت بهم. وتبكي السيدة الجليلة فاطمة الزهراء رضي الله عنها أبيها صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ويقع الحدث الجلل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبكي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويسكب دمع أبي بكر رضي الله عنه، ويعقر عمر رضي الله عنه، وتصير الوفاة حقيقة، وتذوق بيوت المدينة كلها طعم الموت مصيبة. ويحاول الأحبة دفع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصدقون أنه صلى الله عليه وسلم قد مات. كانت ساعة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي هو خير مولود وقائد عرفه هذا العالم، فجيعة عظيمة ومصيبة كبرى نزلت على الصحابة الكرام، وذلك لفقد نبيهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد اضطربوا اضطرابا عظيما، فمنهم من دهش وذهل في عقله، ومنهم من أقعد ألا ينطق الكلام، ومنهم من بسبب قوة دهشته وذهوله أنكر موته لظنه أنه يعيش بعدهم زمنا طويلا. وليس على معنى أن الرسول لا يموت عليه الصلاة والسلام. وتبكي السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أبيها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. لكن حزن الصحابة وعظيم مصابهم بفقد نبيهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم عن الصبر والتصبر إلى النياحة والندب والجزع، ولم يعص الله تبارك وتعالى واحد منهم مع عظم مصابهم ومصيبتهم بوفاة نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم، التي هي مصيبة الأولين والآخرين ومصيبة المسلمين أجمعين. غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ذهل الصحابة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، وصدموا لموته، فالخبر أكبر من أكابرهم. فهذا عمر رضي الله عنه لا تقله قدماه، وأبو بكر يبكي ويعلن الحقيقة وحده، ويتحللها ويحمل الناس عليها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات أفضل خلق الله، مات من خلقت الدنيا لأجله،
ودهش الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر الهائل، فانشغلوا في جمع صف الناس على إمام واحد يصلي لهم صلاتهم ويقوم على حاجتهم ويجمعهم على قلب واحد وكلمة واحدة. وانتهى الصحابة في ذلك الأمر، وتولى أبو بكر رضي الله عنه مصالح المسلمين، ثم التفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فالحقيقة المرة لا بد من تجرعها، وحار الصحابة في أمر غسله ودفنه صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم. ويروي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، بل يشم الأعطار والروائح الزكية وهي تعبق من النبي صلى الله عليه وسلم. فصار رضي الله عنه يقول: بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا. لما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. فعن السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول أي بيض، كرسف أي قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. لما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي يوم الاثنين، وضع صلى الله عليه وسلم على سريره الشريف المبارك في حجرة السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها، وكان الصحابة قد اختلفوا في دفنه، فقال قائل منهم: ندفنه في مسجده، وقال قائل آخر: بل ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، أي في المكان الذي أماته الله فيه. فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له تحته، ثم هيئ لدفنه فيه صلى الله عليه وسلم. ثم وضع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، ثم دخل الصحابة الكرام يصلون عليه، على نبيهم، على حبيبهم صلى الله عليه وسلم. إنها صلاة الوداع، وفي الضريح وفي الأكفان أحزان. إنها صلاة الوداع، وفي الوداع وفي الإجنان أشجان. إنها صلاة الوداع، وإن الوداع لمن تحب قليل. إنها صلاة الوداع، وإنه الرحيل إلى الدار الآخرة. إنها الأمة الثكلى بوفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. إنها صلاة الوداع،
فودع فؤادك توديع الفراق من سيد الأنبياء. ودخل الصحابة أفواجاً أفواج لا يؤمهم أحد، دخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء، ثم إذا فرغ النساء أدخل الصبيان. ولما دفن الصحابة الكرام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، قالت السيدة الجليلة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبها يعتصر حزناً على فراق أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ أي ترموا التراب بأيديكم عليه صلى الله عليه وسلم؟ لقد صار الأمر حقيقة كبرى، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تصدق أمهات المؤمنين أنهن لن يرينه بعد اليوم؟ الليل يكسو المدينة بالبكاء وبالدموع، تجري سواكب دمعها نحو اللحى نحو الخدود. هذه الفواطم كلهن وعائشة، هذه الحبيبة بضعة المختار تبكي سيدي، هذا النبي محمد سجته أم المؤمنين بحفرة كفن الوداع. وبضعة النبي صلى الله عليه وسلم تبكي رسول الله أباها، ها هن أمهات المؤمنين يبكين النبي الحبيب الغالي. ونامت الصبية الصغار وأرقت الدم مدامع سائر الناس، واكتست المدينة بالحزن المعمق، وتفتتت القلوب بالأسى. فيا لها من مصيبة جلل، ما أصيب المسلمون بمثلها قط، ويا لها من مصيبة كبرى أظلمت لها المدينة المنورة التي تنورت بأنوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويا لها من مصيبة جلل، حزنت بعدها قلوب الصحابة وتغيرت لفقدان الأمداد النبوية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد بها صحابته من تعليم وتأديب وحكم ومواعظ وأحكام. يبكي الأحبة في طيبة ويبكيني، ويبكي الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لما بدت عليه علامات الوفاة وأماراتها، ويبكي الأنصار حين حجبهم مرضه عن رؤيته صلى الله عليه وسلم. وبكت فاطمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وسائر المسلمين. جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى قبر أبيها النبي المصطفى، ثم قبضت من تراب القبر الشريف المبارك الطيب ووضعت منه على عينيها تبركا به وتيمنا، ثم بكت بكاء مريرا وأنشأت تقول حزينة وكلها شوق إلى أبيها المصطفى: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. وبكى أبو بكر رضي الله عنه وهو يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسالت دمع ابن عباس رضي الله عنه كاللؤلؤ كلما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وحين تسمع أم الفضل ولدها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يقرأ والمرسلات عرفا، تقول:
وقد هيجتها الذكريات. يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بحق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا وأن يجمعنا بالنبي الأعظم في الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.